أطفالنا هم حياتنا ومستقبلنا وأملنا في بكرة، عشان كده لازم نهتم بيهم وبصحتهم وبثقتهم في نفسهم، وده اللي بنسعى ليه في حضانتنا Second Home Academy. يعني لو حس إن طفلك بيعاني من أي مشكلة زي حالة التوحد أو صعوبة الكلام والتعلم، وحس إنه متغير عن باقي الأطفال، ما تتردديش لحظة إنك تكلمينا، لأننا بنقدم لكم جلسات التخاطب والتأخر اللغوي والتوحد وصعوبة التعلم واللدغات وغيرها كتير، اللي من خلالها نقدر نخلي طفلك يتخلص من أي مشكلة بتواجهه ويرجع يعيش حياته زي أي طفل، وكمان هيبقى واثق في نفسه. كل ده من خلال أخصائيين مدربين على أعلى مستوى، وهيكونوا مع طفلك خطوة بخطوة. مستنية إيه؟ تقدر تكلمينا على أرقامنا 011-53-94-3390، أو تقدر تبعتلنا على صفحتنا على فيسبوك ويوتيوب Second Home Academy، أو زورينا في مقرنا 3 شارع عفيفي أمام مدرسة الحلمية الثانوية بنات الحلمية الجديدة. صباح بكرة أحلى، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وبرنامجكم صباح بكرة أحلى السبت من كل أسبوع. طبعا عندنا حاجات النهاردة كتير، بنبتدي بالإشاعات، بنبتدي بالحقائق إيه، وزي ما بنكرر وبنقول لكم إن الإشاعات بتهد دول وإحنا عمرنا ما هنتهد، إحنا بنبني. عندنا المهم النهاردة حلقة متميزة وحلقة خاصة، هنتكلم عن تربية الطفل الحديثة، الطفل اللي هو مستقبل البلد، الطفل هو قياد البلد في المستقبل، عشان كده احنا مهتمين بالتربية الحديثة للطفل. عندنا في الحلقة دي إن شاء الله الأستاذة إيمان حلمي خبيرة التربية الحديثة، ومعانا برضو الأستاذة إيمان الصاوي أخصائية التخاطب والأمراض الوراثية والجينية. الحلقة النهاردة هتبقى عن الطفل، حلقة متميزة، خليكم معانا ما تروحش في أي مكان. هنبتدي بقى زي ما عودناكم في صباح بكرة أحلى بالإشاعات. عندنا إشاعات النهاردة بتقول رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار اللي هي تحويل المخالفات لطاقة. طبعا وزارة البيئة بتقول الكلام ده مش صحيح، الحكومة ما بترفضش أي استثمار في مجال تحويل المخالفات لطاقة، وبتؤكد كمان إن هي في طريقها لبعض موافقات المشروعات اللي ليها علاقة بالطاقة وتحويلها المخالفات إلى طاقة، لكن بيسبق ده دائما الطريقة إزاي وإيه الأجهزة وايه اللي هيحصل بعد ما يجيبوا المخالفات دي وتتحول ايه، يعني في تفاصيل لازم تعرفها الوزاره عشان تقدر تدي تصاريح للمستثمرين بدوت، وهم في طريقهم ان شاء الله هيبقى في حاجات يعني في المستقبل قريبه جدا جميله، ومصر بتتقدم بشكل وباخر، وعشان كده اعرفوا كل ما بتطلع اشاعه اعرفوا ان في تقدم. طيب بيقول لك تراجع الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2019. طبعا الكلام دوت مش مظبوط، الصادرات الزراعية المصرية خلال 2019 لا دي بزيادة. ليه بقى؟ لأن الزيادة ما بين 2018 و 2019 300,000 طن. ايه ده؟ يعني معنى كده لما حد يجي يقول لي يعني هل يا ترى الناس دي بتطلع إشاعة عشان مش حقيقة بس؟ لا، ده هي بتطلع إشاعة عشان شايفين في نجاح في هذا المجال فبيحاولوا يعني يعكننوك يضايقوك، يحاولوا يفهموا الناس إن في عكس ده. لا، مصر بتتقدم وشغالة وبتبني. عندنا إشاعة تاني بتقول
دعم الخدمات الصحية بدءا من الطفل الثالث للأسرة، يعني ما فيش خدمات للطفل الثالث في الصحة. طبعا برضو الكلام دوت نفته وزارة الصحة، لأن قالوا لك إن الصحة هي حق من حقوق أي مواطن على أرض مصر، فبالتالي الكلام ده برضو مش مظبوط، لأن مصر بتوفر الصحة، العلاج، العمليات لغير القادرين. فالقانون والدستور يعني بيكفل هذا لكل مواطن مصري أصيل على أرض مصر. خدنا بالنا كل ما بننجح في شيء كل ما هم يطلعوا لك إشاعة عشان يحبطوك. طيب إيه عندنا تاني؟ بيقول لك فشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببور سعيد نتيجة نقص الأطباء. برضو تم تجذيب هذا الخبر، لأن المنظومة ناجحة في بورسعيد والأطباء الموجودين بيكفوا حاجة المرضى، وغير كده هوت إن دي تجربة بتتعمل في بورسعيد وهتعمم في جميع أنحاء مصر. طيب عندنا إيه تاني؟ تغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات. برضو مش مظبوط، نفس السنة اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها شغال مكتب التنسيق على حسب المجموع وعلى حسب السكن وعلى حسب الرغبات، نفس اللي حصل السنة اللي فاتت هو اللي بيحصل السنة دي، خلوا بالكم. بيقول لك بقى تأثر صناعة الدواء في مصر بسبب فيروس كورونا في الصين، عشان الخامات يعني بنجيبها من الصين ونجيب ده. الكلام ده برضو مش مظبوط. ليه؟ لأن الحمد لله عندنا اكتفاء في مصر بالدواء. وكمان الجميل والحاجة الحلوة اللي الناس لازم تعرفها إن مصر أصبحت يعني قلعة صناعية في الدواء، ومصر كمان الدواء بتاعها مش كمان ناجح وبيصنعوه بس، لا كمان وأرخص دواء على مستوى العالم. إيه رأيكم بقى؟ يعني هم مش عارفين يدخلونا منين، معلش. في بقى بيقول لك وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 شهور من إصدار. الكلام ده برضو تم نفيه، وأي شهادة يعني كمبيوتر، أي حد معاه شهادة كمبيوتر عدى عليها 6 شهور 7 شهور أيا كان شغال وبيؤخذ بيها. في حد من الأصدقاء لما كذبوا الإشاعة ديت المركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء، قال لي خلي بالك يا أستاذ وجدي إن في بعض من المدارس بيطلبوا شهادة الميلاد لو هي عدى عليها 6 شهور بيطلبوها تاني عشان يعمل مستخرج منها، فياريت تنوه على ده. عايزين نقول للناس اللي بتطلب شهادات الميلاد اللي هي كمبيوتر مرة تانية رغم ان ولي الامر بيبقى معاه شهادة ميلاد، ارجوكم ده كلام مجلس الوزراء، ارجوكم ما تتعبوش الناس، ارجوكم ما فيش داعي ان انتوا يعني تدعموا الفشل. وياريت لو في بعض من الجماعات الارهابية ما زال في بعض الوظائف يتم التبليغ عنهم. رئاسة مجلس الوزراء نفت ده، شهادة الكمبيوتر حتى لو عدى عليها 6 شهور رئاسة مجلس الوزراء قال تؤخذ بيها، هي إشاعة وتم تكذيبها. اللي بيشجع تكذيب هذه الإشاعة اللي بيطلب بقى الشهادات الكمبيوتر مرة تانية. أرجوكم أي حد أو من خلال برنامج صباح بكرة أحلى بقول لكم أي حد يطلب شهادة ميلاد معاك كمبيوتر ويطلب واحدة تانية مرة تانية يتم التبليغ عنه. مصر بتبني وبتنجح وشغالة، مش عايزين ناس ترجعنا لورا مرة تانية. عندنا إشاعات كتير على فكرة قوي، البرنامج مش هيكفيها لأن عايزين نبتدي في الحلقة بتاعتنا، لكن عايز أفكركم النهاردة عندي على القاهرة الكبرى، إذاعة القاهرة الكبرى، برنامج لف ورجع تاني الساعة 2:30 ظهرا، فقرة ضم المحطات الإذاعية بالتلفزيون المصري. عايز اقول لكم ان عندي برنامج كل يوم من الحد للخميس الساعه 9:30 الصبح ما عدا السبت اللي هو النهارده 2:30 ظهرا. اعزائي المشاهدين، يعني ما تروحوش في اي مكان، عندنا حلقه متميزه عن التربيه الحديثه للاطفال، الاستاذه ايمان الصاوي، الاستاذه ايمان حلمي، خبراء التربيه الحديثه،
والتخاطب، انتظرونا ما تروحوش في أي مكان. أطفالنا هم حياتنا ومستقبلنا وأملنا في بكرة، عشان كده لازم نهتم بيهم وبصحتهم وبثقتهم في نفسهم، وده اللي بنسعى ليه في حضانتنا Second Home Academy. يعني لو حس إن طفلك بيعاني من أي مشكلة زي حالة التوحد أو صعوبة الكلام والتعلم، وحس إنه متغير عن باقي الأطفال، ما تتردديش لحظة إنك تكلمينا، لأننا بنقدم لكم جلسات التخاطب والتأخر اللغوي والتوحد وصعوبة التعلم واللدغات وغيرها كتير، اللي من خلالها نقدر نخلي طفلك يتخلص من أي مشكلة بتواجهه ويرجع يعيش حياته زي أي طفل، وكمان هيبقى واثق في نفسه. كل ده من خلال أخصائيين مدربين على أعلى مستوى، وهيكونوا مع طفلك خطوة بخطوة. مستنية إيه؟ تقدر تكلمينا على أرقامنا 011-53-94-3390، أو تقدر تبعتلنا على صفحتنا على فيسبوك ويوتيوب Second Home Academy، أو زورينا في مقرنا 3 شارع عفيفي أمام مدرسة الحلمية الثانوية بنات الحلمية الجديدة. صباح الأمل، صباح السعادة، صباح بكرة أحلى. رجعنا لكم تاني وزي ما وعدناكم حلقة خاصة عن التربية الحديثة للأطفال، حلقة جميلة لأن أطفالنا هم المستقبل. معنا النهاردة الأستاذة إيمان حلمي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. خبيرة التربية الإيجابية الحديثة ومديرة حضانة Second Home Academy. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. ومعانا الأستاذة إيمان الصاوي، أخصائية التخاطب والأمراض الوراثية والجينية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا إحنا بنرحب بيكم. عايزين نقول في الأول الأستاذة إيمان حلمي، إيه طرق التربية الحديثة للأطفال وإيه اللي بتعمليه في الحضانة بتاعت Second Home Academy؟ التربية الحديثة يعني بتختلف عن التربية التقليدية، ان الاطفال لازم يعني نحكي لهم قصص، نربي لهم الخيال. أيوة. احنا دلوقتي الاطفال مفتقدة للحوار ده، يعني مفتقدة ان الاطفال نفسها، ان ما فيش يعني ولا اب ولا ام يعني بيحكوا مع الاطفال كتير. الفكرة دلوقتي ان الاطفال بقت يعني عايشة مع التكنولوجيا اكتر. أيوة. يعني بقوا يقعدوا على التليفونات، يقعدوا على التلفزيون، بيتفرجوا على كرتون، ما فيش تنمية للمهارات. أيوة. ده بيأثر عليهم انه بيخليهم ما بيتكلموش، بيخليهم حتى لو بيتكلم برضو التركيز بتاعه ما بقاش زي الاول، عنده فرط حركة. فاحنا بنشوف كل طفل، كل طفل فيه فروق فردية. أيوة. في طفل عنده ذكاء حركي، في طفل عنده ذكاء مهاري، في طفل عنده ذكاء عاطفي، كل واحد بننميه له. يعني اللي عنده ذكاء عاطفي بتفرق انه بيحب يقرأ القصص، بيحب يبدأ. يعني ما بيحبش يغني لعبد الحليم يعني. لا لا لا. ما بيحبش يغني لعبد الحليم. فهي الفكره ان احنا حتى بقينا يعني دخلنا فكره ان الطفل هو اللي يمثل المسرحيه معانا. يعني احنا بقينا نعمل مسرح العرايس، بعد ما نديهم الفكره هم اللي يقولوا معانا. أيوة. نخليه يتخيل ويعيش، يعني يعيش القصه معانا. ايوه. طيب الاستاذه ايمان الصاوي اخصائيه التخاطب والامراض الوراثيه، صفات الطفل التوحد ايه؟ انت طبعا ما الاستاذة ايمان برضو في حضانة Second Home Academy، ايه الصفات بتاع طفل التخاطب اللي هو التوحد يعني؟ اولا التوحد دوت عالم كبير جدا. بيختصر ان الطفل بيجيله في اول 3 سنين من عمره اضطراب نمائي. اضطراب نمائي. نمائي. تمام. بيبقى الطفل عنده مشكلة ما بتفاعلش مع المجتمع اللي حواليه. دي اول حاجه. تاني حاجه مفيش كونتاكت، مفيش تواصل. مش بيعرف يبص في عين اللي قدامه. مش بيعرف يقلد اي حركه،
دي حاجه. الحاجه الثانيه عنده حساسيه من الصوت العالي جدا. ما بيقدرش يسمع صوت عالي او الضوء اللي عالي. لو مثلا في مول او اي صوت عالي ممكن الطفل تلاقيه في جنب بدا يقعد ومش قادر يتواصل مع اللي حواليه. تمام. الحاجه الثالثه طبعا عندهم حساسيه شديده من الجلوتين والكازين، البروتين اللي خاص في اللبن. عندهم مشكله ان اللي هم الانزيم اللي موجود في المعده مش بيهضم الجلوتين. فبيبدا الاحماض الامينيه تطلع على خلايا المخ يعمل عازل للطفل. الحاجه الرابعه طبعا هو عنده تاخر في اللغه. تمام. ممكن يبدا يتكلم عند 4 سنين، عند 5 سنين، وممكن ما يقدرش يتكلم خالص. الحاجه الثالثه حركات متكرره. زي اللفلفه، الرفرفه، يحب يمسك حاجه في ايديه. كل الحاجات دي خاصه بطفل التوحد. طيب. انا بس كنت سمعت قبل كده اهوت، يعني قريت في حاجات ان بيقول لك ان سبب التوحد ممكن يبقى مثلا مشكله كانت في اللوز، او مثلا اثناء الولاده، او يعني ايه، او حاجه وراثيه. الكلام ده مظبوط؟ اسبابه كتير طبعا. في عندنا التوحد جيني. مثلا في متلازمه اسمها ويليامز، ده تخصصي. عامله فيها الماستر. كروموزوم 7. ده طبعا بتأدي ان الطفل يكون عنده صفات معينه في اللون وفي الشعر وفي العين. تمام. فطبعا ده اسباب وراثيه. في تانية اسباب بيئيه. دلوقتي طبعا المجتمع اللي حوالينا بسبب التلفزيون، الشاشات، الاكل الجاهز بطريقه غير طبيعيه للاطفال، يعني ممكن الحاجات دي تعمل توحد، تعمل طيف توحد. كان الاول التشخيص الامريكي الرابع مفيش حاجه اسمها طيف توحد. دلوقتي في تشخيص جديد، التشخيص الخامس DSM-5، قال لك لا، في حاجه اسمها طيف او سمات توحد. طب ايه هو الطيف او السمات؟ ان افترضنا ان الطفل ما بيتواصلش معايا في الكلاس في الحضانه مثلا. تلاقيه قاعد مثلا على كورنر لوحده، ما بيعرفش يتكلم مع اصحابه، ما بيعرفش يتفاعل. طب تيجي نكلم الام، اصل هو 24 ساعه قاعد على الموبايل. طب الاكل بتاعه عباره عن ايه؟ لا، معظم الاكل بتاعه مثلا ناجتس، كلها حاجات مواد حافظه طبعا. دي بقى طيف من التوحد. يعني انا منحذر من موضوع، يعني نحذر اعزائي المشاهدين الاولياء الامور في حكايه الوجبات الجاهزه والكلام دوت. طب احنا عايزين نشوف كده اهوت فيديو عشان نبقى مع الاستاذ ايمان حلمي، الاستاذ محمد عزت المخرج الجميل اللي معانا، يورينا كده فيديوهات كده من الحاجات اللي في حضانه سكند هوم اكاديمي كده. طيب او ثواني هيجهزوه. الاستاذه ايمان حلمي يعني خبيره التربيه الايجابيه للاطفال، كيفيه تنميه الذكاء العاطفي عند الطفل؟ زي ما قلت لحضرتك، فكرة ان الطفل ان انا كل يوم احكي له قصة ويقعد يعني يتخيلها ويقعد الفكرة نفسها، انا كده بظبط له الذكاء العاطفي بتاعه. القصص والروايات وكل ده بينمي الخيال وبينمي الذكاء العاطفي بتاعه. انا عشان خاطر انمي الذكاء من الاول، لازم يعني الطفل من اول ما يتولد يكون في الرضاعة الطبيعية، بتفرق. فكرة الاكل والوجبات، الاكل طبعا زي ما استاذة ايمان قالت ان الاكل بيفرق، غير الاكل السريع اللي من المطاعم. لما بينزل حضانة أو حتى في البيت، فكرة البازل والمكعبات، غير إن في لعبة اسمها سودوكو برضو حلوة جدا. في حاجات يعني انت بتحاولوا إن انتوا تعملوا حاجات تانية مختلفة. طب بس قولي لي هنا هو أستاذة إيمان حلمي، يعني أنت خبيرة التربية الحديثة، إيه اللي خلاكي تعملي حضانة زي سكاند هوم أكاديمي ديت، وتحاولي تبدعي في الحاجات اللي احنا هنشوفها دلوقتي على الهواء؟ يعني ممكن توضحي لنا الجزئيه دي، ايه اللي خلاكي تدخلي في المجال ده؟ انا شغاله في المجال ده بقالي 9 سنين، يعني اشتغلت في كذا مكان، وكل مكان الصراحه يعني علمني منه حاجات. خدت تربوي، خدت تخاطب، خدت يعني كتر حبي للاطفال كل شويه بشوف ايه الجديد. الفكره ان الاطفال الجيل ده مظلوم عن ايامنا، يعني احنا ايامنا كنا متعلمين احسن منهم. ماشي. الفكره احنا كان عندنا انتماء عائلي اكتر. كان في، لكن دلوقتي الاب الدنيا بيرجع اختلفت متأخر. احنا عايزين نشوف برضو، يعني هم جهزوا الفيديو، نشوف دلوقتي الفيديو ونعلق عليه. حضرتك معانا كده، تبصي معانا. ايوه، ده الصور ديت. ده من مكان. ايه الناس الجميله دي؟ دي مهارات قبل الكتابه. انت مع الاطفال اهو. ده مين دول؟ دول اطفالي اللي في فصل الفرنسي. عليهم كده. دول بيعملوا ايه دول؟ هي الفكره انا بحب الاطفال، يعني احنا
مبدئي ان احنا الواحد يكون انسان. فبتحاولوا تعملوا نشاطات؟ ايوه يعني الفكره ان احنا ننمي الطفل في كل حاجه. ان هو يكون فرحان. حافظ قران. حافظ اغنيه. القران بيقوي جدا جدا يعني ليه دور جامد جدا. يعني هو في برضه العاب وفي نفس الوقت اهو بص الحركه جميله اللي انتوا عاملينها دي. دول دي اول ما فتحنا دي الاطفال ده احنا بنعمل يوم رياضي كل خميس. ايوه. ده بس ده كبير اللي عدى ده. ايوه ده الكابتن بتاعنا. الكابتن هي كل الفكره ان سكند هوم اكاديمي فريق متكامل. اكاديمي مهارات تخاطب تعديل سلوك ارشاد اسري ما بيقفش عند حته واحده. انتوا عارفينهم بقى بالاسامي الناس دي؟ طبعا عارفينهم. كان في فيديو كمان استاذ محمد. احنا عايزين الفيديو بقى عشان نتفرج على الحركات بتاعت السكند هوم اكاديمي دول. اتفضلي وبعدين بقى يعني هو بص حضروا برضو الفيديو اهو نتفرج عليه. لا 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 ايه دي بقى؟ دي احنا عملنا لهم مسرحيه بخيال الظل. نتفرج عليها؟ مع حضرتك. السلحفاه الصغيره ميمي تحب الخروج في الغابه. يوما رات ارنب يقفز بخفه ورشاقه هنا وهناك فحزنت السلحفاه على نفسها. وقالت يا ليتني أستطيع التحرك مثلك إن بيتي الصغير هو السبب لو أستطيع التخلص منه. ذهبت ميمي إلى أمها وقالت أنها تريد نزع بيتها عنها. قالت الأم لا يا ميمي هذه فكرة سخيفة لا يمكن أن نحيا دون بيت على زهرنا. نحن السلاحف نعيش هكذا منذ أن خلقنا الله فهي تحمينا من البرودة والحرارة والأصدار. قالت ميمي ولكن بغير بيت الصغير لكنت رشيقة مثل الأرنب وعشت حياة رائعة. فقالت لها الأم أنت مخطئة يا ميمي هذه حياتنا الطبيعية التي ميزنا الله بها عن غيرنا لا يمكن أن نبدلها. ذهبت ميمي وهي حزينة دون أن تقتنع بكلام أمها فقررت نزع ميمي دون أن تقتنع بكلام أمها فقررت أن تنزع بيتها عن جسمها ولو بالقوة. بعد محاولات متكررة حشرت نفسها بين شجرتين متقاربتين ونزعت بيتها عن جسمها. أحست السلحفاة بأنها خفيفة ورشيقة وحاولت تقليد باقي القصة هتسمعوها وتشوفوها والأطفال يشوفوها على اليوتيوب موجودة بس على كمان قناة الحضانة. وكمان اللي حابب يشوفها على الطبيعة يروح عند حضانة سكند هوم أكاديمي. في نشاطات تانية أنتوا بتقدموها في الفيديوهات اللي عندنا يا أستاذ محمد عزت الجميل المخرج بتاعنا صباح بكرة أحلى. يلا نتفرج على الفيديو التاني يا ريت نعلق عليه برضو عشان الناس تشوف الحاجات اللي بتتعمل. ده إيه ده بقى؟ ده كان يوم رياضي كان كابتن اسمه عبد الرحمن. الفكرة احنا بنخلي الأطفال الذكاء بيتنمى من اللياقة البدنية. لما الطفل يكون صحته سليمة يعني العقل السليم في الجسم السليم زي ما تمام تمام هم بيبقوا فرحانين بالحوار يعني فكرة التمارين فكرة بيطلعوا كل بنعمل مسابقات بيطلعوا كل طاقتهم. طيب نشوف الفيديو التاني يا أستاذ محمد. المخرج الجميل تمام ده كده هوت الايه ده عجبتهم القصة بقى. أيوة. ده قصة شكلها عجبتهم. لا احنا عايزين فيديو غير القصة. في ايه ده بقى؟ دي قصة مس دنيا مدرسة الفرنسي. دي بتحكي لهم القصة بالفرنساوي. وبعد كده الأطفال بيحكوها تاني. طيب ماشي. نرجع تاني للأستاذة إيمان الصاوي أخصية التخاطب.
والتوحد. اهلا وسهلا بحضرتك مره تانية. عايزين نعرف علامات التوحد بالنسبه للطفل الرضيع، يعني برضو انتوا بالنسبه في الحضانه من سنتين لحد امتى؟ ها يا استاذه ست سنين. لغايه ست سنين، واللي عايز اكبر يجي يعني ما فيش مشكله. ما فيش مشكله، لكن بننصح بالتدخل المبكر طبعا. الدخول المبكر. طب بالنسبه يعني ازاي الام تعرف الطفل الرضيع ده عنده توحد؟ اول ست شهور للطفل، في الطفل الرضيع ما بيعرفش مامته. طبيعي ان اي طفل مجرد ما بيتولد بيعرف مامته، ما عندوش الجعان او شبعان، لا ما يعرف. بيبقى لا بيبقى في حاله سكون. بس يوم ما بيجي يبكي بيبكي بطريقه فوق الطبيعيه. فوق الطبيعيه. تبدا الام تلاحظ ان ده كان فجاه ساكت وقعد يعيط. طب ايه المشكله؟ تبدا تشيله، تعمل اي حاجه عشان يبدا يسكت. ما فيش اي حاجه بيستجيب ليها. بعد ست شهور التانيين طبعا الطبيعي ان الطفل بيبدا عينيه تمشي مع الام. او ممكن اي حاجه تعمل صوت يبدا يمشي مع تمشي مع الصوت. لا ما بتواصلش مع اي حد حواليه. تمام. ما بيستجيبش، حتى ما بيجي يقعد العاب كتير حواليه ما بيعرفش يمسكها يتفاعل معاها. لا بيبقى عينيه ثابته على اتجاه معين. لو وانس مسك اي حاجه في ايديه جيت تاخدها منه صريخ غير طبيعي. تمام. عنده مشكله في التكامل الحسي. تمام. يا اما يحب يمسك ايد مامته على طول، يا اما ما يحبش حد يجي يمسكه خالص. يعني هو يا كده يا كده. مفيش يا كده يا كده. كل الاعراض دي طبعا بعد دي السنه الاولى طبعا مع تاخر في الكلام. طبعا. لكن كجسديا ما بيبانش. جسديا لطفل التوحدي لا مش بيبان في اول سنه ليه. لكن هي كل العلامات فيها حاجه خاصه بالانتباه. لا بس دي حاجات مهمه يعني. انا المفروض لما يبقى في طفل مثلا يعني بالنسبه للاطفال الرضع يعني اعرف عندهم توحد من ايه؟ اما اعمل لهم صوت بحرك ايدي المفروض بيتحرك زي القطط. حرك مع عينيه، يروح يمين يروح شمال. طب ما مش موجود، لا اخاف هنا اهوت ابتدي اتحرك واعمل اي ايه حاجه. انتوا طبعا لو مثلا سنتين وعنده توحد انتوا في الحضانه بتعرفوا تتعاملوا معاه؟ طبعا بيتعامل معاه وبيتشخص. طبعا تبع التشخيص الامريكي، ونحط برنامج تبع ابلز او تيتش حسب عمر الطفل وحسب الفروق الفرديه ونبدا نشتغل معاه. أيوة. تمام. بس هو اهم حاجه من ده كله اللي هو يبتدي ان هو يتفاعل مع اللي حواليه. يعني انتوا في الحضانه بتحاولوا ان هو يتفاعل اولا مع اللي حواليه. بتبتدوا دلوقتي شق التوحد ما بقاش خاص ان الطفل التوحدي اللي هو ما بيتكلمش بس. لا في اطفال طبيعيين دلوقتي بتلاقي فجاه يروح لدكتور مخ واعصاب، لا ده عنده توحد. كل الحكايه ان الطفل بس ما بيتكلمش مع حد. انت بتشتغل طول النهار فقاعد طول ما حدش بيتكلم معاه، ما فيش طفل جنبيه بيتكلم معاه او ان هو يخزن لغه، يبدا الدكتور يشخص ان هو توحد. فبقى دلوقتي الشق اللي احنا قايمين عليه في الحضانه ان احنا ازاي نخلي الطفل يتفاعل مع اللي حواليه، ازاي يكتسب لغه. يعني مش شرط للطفل اللي عنده مشكله، لا حتى اطفال الطبيعيين، ما احنا طبيعي ان احنا بنعلي ذكائهم. فتنميه الذكاء ده بيجي من امتى؟ تنميه المهارات. يعني الطفل جاي بيتكلم كلمه واحده، لا احنا اللي خليه يكلم جمله من كلمتين. وهكذا تبتدوا بقى ايه تتفاعلوا مع ذكاء الطفل. طبعا بتعلم ذكاء الطفل، دي حاجه. الحاجه الثانيه شغالين بنظام المونتسوري ان الطفل مش مجرد يمسك ورقه او قلم بس. لا التعليم عن طريق اللعب. ان انا مجرد بس ان انا اخليه يلعب باستنصار حرف الالف، يكتب على الرمل، يعني كلها طرق مبتكره. مش شرط ورقه وقلم. التعليم ما بقاش زي زمان. يعني مش شرط ان دلوقتي ابن 3 سنين ونص زي ما يمسكش القلم، لا عادي جدا. طبيعي الطفل من سنتين لحد 5 سنين بيبقى عنده عالم الالعاب، هو عايز يلعب. دي طريقتنا بقى كله عن طريق اللعب. مثلا ممكن يكون حرف الالف عاملينه بالفوم. طب شكل الارنب، طب الالف ياخد ايه؟ ياخد ارنب ولا ياخد بطه؟ بتدخلوه جوه القصه. يدخل جوه القصه. وده بقى التعليم عن طريق. ايوه طبعا. دي اسهل طريقه للطفل احنا نقدر نوصله بيها. لكن انا امسك قلم او اقعد اكتب الف، لا المهم اشتغل معاه على الحوار وعلى التفاعل. تمام. بنشكر حضرتك الاستاذه ايمان حلمي خبيره التربيه الحديثه. طب انتوا بتعملوا بقى مع الاطفال الشقاي، وبتعملوا ايه مع الاطفال اللي هم مش داخلين جوه مود الحضانه والتعليم ولازم تتعلم والكلام ده؟ انتوا بتعملوا نفس الكلام ده؟ لا احنا كده كده الطفل كده كده بيتعلم، بس زي ما استاذه امان قالت عن طريق اللعب. يعني فكره ان الطفل اساسا عنده، يعني هو فكره فرط الحركه دي بتبقى ليها تشخيص. بس فكره ان الطفل الحركي كتير بنديله اوامر. يعني بقعد اقول له ايه؟ طب بص روح شوف هنا، شوف الميز دي بتعمل ايه، طب شوف هنا. بحيث ان انا اخليه يتحرك في كذا مكان، ان هو يبقى متفاعل. بحيث ان غير لما انا اخليه قاعد، ما هو كده كده طبيعته مش عايز يقعد. فانا ممكن هو في كذا مكان
اخليه ياخد يعني كذا يعني موهبه في وقت واحد. يعني انت في نفس الوقت انت بتشوفي الطفل اللي هو عنده فرط حركه وبتحرك كتير، ما ده مش هيعرف يمسك ورقه وقلم ويشتغل. اه بس فانت بتدخليه جوه مود معين انه يتحرك برضه، يتحرك ويعمل كل حاجه بس بطريقه تانية. اه لان كل طفل يعني انا عندي مثلا في الاكاديميه كل طفل ايه غير التاني. يعني في فروق فرديه، يعني في طفل بيحب ان هو يتعلم اكتر، في طفل بيحب ان هو عايز يلعب، في طفل بيحب يغني، في طفل بيحب يلعب بطريقه معينه، كل واحد ليه قصه، ليه حكايه. فعند انا كل واحد لازم ايه اسايسه واشوف يعني حكايته، ان في الاخر اوصل له اللي انا عايزاه بس بطريقه انا، لان الجيل دلوقتي كله بقى عنيد، فما ينفعش ان ايه ان هو اللي يسيطر عليا. فانا بنزل لمستواه اشوف هو بيحب ايه وانا اعملها له بس بطريقه معينه ان انا اوصله برضو المعلومه. ده كلام جميل. يعني الحكايه مش قصه ان انتوا بتعلموا بس، او قصه ان انتوا بتلقنوا وخلاص، لا انتوا بتخلوه يبقى بطل جوه القصه، يحكي الحكايه سواء بالعربي بالفرنساوي بالانجليزي بالالماني. عندكم لغات ايه تاني؟ لا لا لا، هو انجليزي بس. انجليزي بس وفرنساوي. وفرنساوي. انجليزي وفرنساوي، انما بتدخلوه جوه القصه. جوه القصه. آه. هو الطفل اصل هو بيكون جاي لنا مثلا عنده سنتين. آه. مفتقد، لان هو خارج من اساسه بيته الامان. فده بالنسبه له احنا الكيان الجديد ليه. عشان كده يعني احنا سميناها سكند هوم، ان البيت التاني ليه. فما ينفعش ان البيت التاني ان انا اخلوش حبه. لازم ان انا اضغط عليه، لازم يحبني. لو هو حبني هيعرف ياخد كل حاجه. لكن لو ما حبنيش خلاص ابقى بالنسبه له ان انا ملقن. يا استاذه ايمان، ما بيقابلكيش مشاكل بين اب وام يعني منفصلين عن بعض، وبيبقى في الولد عنده مشاكل نفسيه الناحيه السيكولوجيه بايظه عنده؟ اكيد. بيقابلنا كتير. تعرفي تعالجي الكلام ده؟ بنحاول. بنحاول يعني بنحاول نعالج. بنحاول يعني مع الاب يا اما مع الام، لان ده دورنا في الارشاد الاسري. يعني بنعمل جلسات ساعات مع الام وساعات مع الاب. بحيث ان في الاخر ايه بتعلموهم ازاي يتعاملوا مع اولادهم. انتوا عندكم مشاكل مفيش مشكله. لكن الكبير الصغير ملوش ذنب في القصه. لان الطفل اساسا اكتر واحد هو اللي ايه بيعرف يعني بيكتسب الصفات كلها. ومن الاساس الطلاق، احنا من الاساس ان الام بتدلع ابنها زياده عن اللزوم. فبيفضل طول عمره يعني لما بيكبر بيبقى برضه مستهتر. فما بيبقاش عارف يتحمل المسؤوليه. يعني احنا لو بنينا الاساس وخلينا الطفل يتحمل المسؤوليه يبقى عنده ثقه في نفسه وعنده شخصيه قويه، هتفرق ان كده كده احنا بنربي جيل سوي. فلما نربي جيل سوي مش هنكرر نفس اللي هيحصل اللي حصل قبل كده. صحيح. ندخل بقى هنا هو الاستاذه ايمان الصاوي خبيره التخاطب توحد الوراثي والجيني. نصايحك بالنسبه للاكل، يعني لما نيجي يعني اكيد انتوا بتاكلوا في الحضانه يعني بيبقى فيه وجبات؟ هو الطبيعي ان الاطفال بتجيب وجبات معاها بس بنبقى مانعين مواد الحفظ خالص. يعني اي حاجه فريش، عصير فريش، فاكهه، اي اكل معمول في البيت تمام. طب بالنسبه للتوحد ليه اكل معين وغذاء معين؟ طبعا. طفل التوحد بيتمنع عنه الجلوتين والكازين. يعني منتجات ايه؟ الدقيق، القمح طبعا. الطفل يبقى عنده حساسيه منه. الشوفان. تمام. البروتين في اللبن. الطفل يبقى عنده مشكله. يعني انا في حاله عندي طفل يعني 10 سنين راح للدكتور مخه واعصاب منعها من اللبن. فالام ما كانتش واعيه، ما كانتش فاهمه يعني ايه طفل لسه في 6 شهور امنعه من اللبن. الطفل قاعد من 6 شهور لحد 10 سنين بياخد في لبن. فيعتبر جاله توحد، هو ما كانش عنده توحد خالص. بس من كتر ما هو شرب لبن والمعده ما عندهاش الانزيم اللي يفرز اللبن، فالطفل بقى عنده توحد. تمام. لا يعني ده يعني تحذير. احنا دلوقتي بنحذر الناس ان لازم يتوجه لدكتور عشان ممكن مثلا انا عايز اديله لبن عشان اغذيه وكده اهوت، وفجاه تكتشفي ان 6 شهور بياخد لبن وهو المفروض انه ما ياخدش. طبعا جاله ودلوقتي توحد. ودلوقتي مركز الوراثه اصلا موفر البدايل. موفر البدايل، الالبان اللي موجود فيها خالي الكازين عشان الاطفال، عشان طفل التوحد. ودلوقتي كمان في تحاليل معموله في مركز الوراثه ان انا اعرف الطفل اللي انا هجيبه لسه اذا كان حامل للتوحد او لا. تمام. تمام. فدلوقتي ان انا ممنوع عليهم الالبان، مشتقات القمح، الشوفان اللي المفروض ياكلوه بقى طبعا، اللحوم. تمام. الاسماك، المكسرات بانواعها، الحاجات دي كلها انتوا بتبقوا عاملين حسابكم عليها في الحضانه
سكند هوم اكاديمي. طيب احنا عايزين نعرف كمان طريقه تعليم طفل التوحد. اول حاجه لطفل التوحد بنمشي على برنامج اسمه سان رايز. ان انا بقلد طفل التوحد عشان ادخل العالم بتاعه، يعني اللي هو بيصرخ انا بصرخ زيه، اللي هو بيعيط اعيط زيه، لحد ما يبدا يلتفت ليا او ينظر ليا. تمام، مجرد ما هو بدا ياخد ليا هيبدا يقلدني. وده بياخد حوالي اول 3 شهور. تمام، بعد كده يبدا يقلد الاصوات. صوت الشفهيه، حرف الب، الت. بعد كده نبدا نعلمه الحاجات الاساسيه، الاكل، للشرب، الميه، عايز اكل، عايز اشرب، حسب ما يستجيب معانا، يا اما يستجيب تعبيري يا اما استقبالي. في اطفال كتير بنشتغل معاهم ما بيقدرش يتكلم، وفي اطفال شغال على اللغه على استقبال، يعني بس مجرد ان هو يبقى فاهم الكلام اللي انا هقوله. مثلا انا عايز اكل، في حاجه اسمها كروبكس نعوده عليها، لو هو مش عارف يتكلم يجيب لنا الكارت اللي هو عايز يعمله. تمام، انا جعان دلوقتي، يجيب الكارت اللي هو عايز اكل. مشكلة عن طفل التوحد ان هو ما بيعرفش الانفعالات. يعني ما يفهمش انا دلوقتي زعلان، انا مبسوط، انا فرحان، ما يفهمش الايموشن دي خالص. يعني كان في مره طفل داون قاعد جنب طفل توحد، طفل الداون كان في كوبايه سخنه على ايديه وقعت على ايده. طبعا طفل الداون دي بعرفها من فتره الحب. طفل التوحد قاعد جنبيه، هو شايف ان هو ايديه اتحرقت ولا اتحرك خالص. بقى طفل التوحد بقى يعيط ان هو مش فاهم الاحساس ده. هو ما بيحسش باي علامات من حواليه. دي نبدا نعلمه حاجه زي دي من عندنا احنا. يعني مثلا لو حاجه سخنه او حاجه ساقعه بحط ايده على ايده يبدا يلمس معايا لحد ما ياخد مننا اللغه. ياخد مني لغه الاحساس. يعني كمان انتوا بتعلموا الطفل لغه الاحساس. ده كلام جميل. يعني عايزين برضو نروح للأستاذة إيمان حلمي. عندكم في الحضانة إيه الحاجات اللي ممكن يعني بتعملوها مختلفة بالنسبة للحضانات التانية من ناحية الأكاديمية؟ يعني هي معظم الحضانات كلهم نفس الفكرة. هي الفكرة لما احنا بس لما الواحد فكر يفتح يعني المكان، ان احنا يعني عايزين نبني طفل سوي في كل حاجة. يعني اخلاق، اكاديمي، يكون مبدع. فكره ان الطفل يكون مبدع ويعني ليه كيان، دي احساس حلو جدا. لكن فكره ان هو يتعلم كده كده، حتى لو ما اتعلمش وفي المدرسه هيعلموه، لكن فكره ان هو يكون واثق من نفسه ويعرف يتكلم ويعرف ان هو يكون تعبيري اكتر ويعرف ياخد حقه في كل حاجه، ان هو يعرف يتكلم ويبقى ليه صوت، دي اللي بتفرق. طيب انت عندكم في الحضانه جميع مستويات الاطفال سواء توحد او غيره، قولي لنا الحضانه بتاعتكم دي فين عشان برضو الناس لو حابه انها تواصلوا معاكم. طبعا التليفونات كانت بتنزل على الشاشه، عايزين نعرف مكانها فين. احنا في الحلميه الجديده، 3 شارع عفيفي، الحلميه الجديده. تمام، فاتحين من الساعه كام للساعه كام كده؟ من 7:30 لغايه الساعه 3. تمام، كلمه اخيره حضرتك تقوليها للناس. يعني انا بتمنى والله، يعني مش فكره ان الاطفال، يعني ان الاطفال تيجي عندي او ما تجيش، فكره ان الاهل، انا عارفه ان ظروف الحياه اختلفت جدا جدا عن ايام زمان. فكره ان الاب دلوقتي بيرجع الساعه 12 واحدة بالليل، فكره ان هو بيشتغل شغلانتين او ثلاثه. الفكره نفسها ان احنا نبني، ان انا اتكلم مع ابني حتى لو 10 دقائق في اليوم. تمام، 10 دقائق في اليوم. كلمة أخيرة الأستاذة إيمان الصاوي، خبيرة أخصائية التخاطب والتوحد بكمان حضانة سكند هوم أكاديمي. كلمة أخيرة. أنا هدفي إن احنا نبني طفل سوي نفسيا. أي طفل ممكن يتعلم في أي مكان أي حاجة، لكن أنا أطلع من عندي طفل متوازن نفسيا أو عنده الاحتياجات النفسية مشبعة، ده هيكون مبدع. فأهم حاجة إن أنا ألبي للطفل كل حاجة عايزها، بس بحزم، وفي نفس الوقت أعرف إيه الصح وإيه الغلط، وإن أنا أدي فرصة لوقتي لوقت ابني في إن أنا أخرج معاه في اليوم حوالي نص ساعة، إن أنا يخليه يتفاعل مع بقى اللي حواليه. طبعا بنشكر أستاذة إيمان الصاوي أخصائية التخاطب والتوحد والجينات الوراثية. شكرا لحضرتك. بنشكر الأستاذة إيمان حلمي خبيرة التربية الحديثة ومدير حضانة سكند هوم أكاديمي، شرفتونا. طبعا النهاردة كانت حلقتنا حلقة متميزة عن الأطفال وتربية الأطفال الحديثة. ما قلناش كل حاجة، إن شاء الله يبقى لنا لقاء تاني أستاذ إيمان. إن شاء الله يبقى لنا لقاء تاني عشان نقدر نوضح للناس حاجات أكتر. أنا عايزكم ما تنسوش النهاردة
برنامج لف وارجع تاني على اذاعه القاهره الكبرى ساعتين ونص، لف وارجع تاني مع وجدي وزيري، بنتكلم عن الاشاعات والحقائق. ومن الحد للخميس كل يوم الساعه 9:30 صباحا اذاعه القاهره الكبرى ابتدى يبقى فيها يعني نشاط دائم، بقت قائده للاذاعات المصريه بقياده الاستاذه الاعلاميه الكبيره منال ابو الوفا، عامله شغل كبير جدا في الاذاعه. البرنامج بيوضح قد ايه الاشاعات ممكن توقع دول وممكن تضيع دول، زي ما في دول اشقاء حصل فيها اللي انتم عارفينه، لكن احنا بنحاول نوضح الحقائق لان احنا بنبني. الرئيس عبد الفتاح السيسي ماسك قياده الدوله قياده الى الامام، ما عندناش خطوه للخلف. احنا يا نستشهد ونموت فداء الوطن يا الا يبقى ملناش دعوه. يمكن قبل كده كان الرئيس قال ده احنا بقى كنا لما كانوا بيهددونا اهل الشر، قال ده احنا نروح نموت احسن بعد الشر. احنا مش هنموت، احنا هنفضل نرفع البلد ونبني في البلد ونعمل مصانع ونعمل حاجات كبيره قوي، نرجع كمان لورا قوي لما كانت مصر هي الدوله العظمى، وان شاء الله هتبقى الدوله العظمى. عايزكم ايدينا في ايدين بعض، بلدنا محتاجانا، ارجوكم. عايز كل واحد يكافح ويهاجم ويرد ويصد الاشاعات. وبشكر مره تانية كل الناس القائمين على الرد الاشاعات على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على الواتساب، كل الناس بنشكرهم ونديلهم الف تحيه وسلام لانهم واقفين جنود ورا بلدهم. بنشكر يعني مصر بشعبها الاصيل. تحيا مصر، ويحيا جيش مصر، ويحيا شعب مصر، وتحيا مصر. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة ولقاء جديد، وبرنامجكم صباح بكرة أحلى.